بمدينة ماردين العريقة في تركيا، لم يبقى أمام هذه السيدة من حل سوى أن تتصل بهذا الفريق الطبي لعله يفلح في إقناع زوجها البالغ من العمر 59 سنة بأن يحصل على اللقاح ضد فيروس كورونا. ولم تكتفي السيدة ميدين بالاستشارة فقط، بل قادت الفريق المتنقل إلى مكان عمل زوجها، وهو فريق الإقناع الذي يعتبر جزءا من حملة أطلقتها البلاد لإقناع كبار السن بالحصول على اللقاح. لقد كنت خائفا أن أصبح مريضا أو مشلولا، لكن الفريق أقنعني أن التطعيم من أجل مصلحتي فوافقت عليه. هكذا تتجول فرق الإقناع بين الأحياء التركية محملة بصناديق تبريد مليئة بجرعات اللقاح. يزورون كل بيت به شخص مسن يرفض التطعيم، ويحاولون أن لا يخرجوا منه إلا وقد أتمموا مهمتهم بالإقناع أو بإعطاء اللقاح. وتستعد هذه الفرق لنشر جهودها في جميع أنحاء البلاد بعدما أثبتت نجاحا في بعض المحافظات. ففي ماردين وحدها استفاد من الحملة ما يرب من 8000 شخص وفقا لوالي المحافظة. الناس هنا حذروني من أن أتلقى اللقاح، لكن ابني وهذا الفريق أقنعوني بضرورة التطعيم، وقد حصلت للتو على جرعتي. في غضون ذلك يستمر العاملون في مجال الرعاية الصحية بالاتصال بالأشخاص المؤهلين للتطعيم ليسألوا عن سبب عدم مجيئهم إلى العيادات لتلقي اللقاح. من مدينة إلى مدينة، من حي إلى آخر، نحاول أن نقنع الناس بتلقي اللقاح سواء بزيارتهم أو عبر الهاتف، وكانت الطريقة ناجحة بالفعل. فكرة التحاور مع المواطنين في سبيل دفعهم لتغيير نظرتهم لعملية التلقيح أبرزت نجاعتها في البلاد، إذ أدت حسب الأرقام الرسمية إلى زيادة معدل تلقي اللقاح بين المواطنين في عدة مقاطعات بنسبة 30%. وتهدف أنقرة إلى تلقيح كل شخص فوق سن 40 عاما ضد فيروس كورونا بحلول نهاية شهر يونيو، لكن بالرغم من ذلك تبقى نسبة المشككين في اللقاح بالبلاد مرتفعة.